فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل لطالب العلم أن يحفظ متون الحديث في الفقه كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، أو أنه يبدأ بحفظ كلام أهل العلم كالعمدة والزاد؟ يا أخي، أهم شيء ما هو بالحفظ فقط، أهم شيء أن تجد المدرس المتخصص. فإذا وجدت المدرس المتخصص في الفن الذي تريده تحفظ وتقرأ عليه ويشرح لك، هذا طريق طلب العلم. وما هو يعني تقتصر على فن واحد تحفظ متن الفقه فقط، تحفظ متن الفقه ويشرح لك، تحفظ متن البلوغ في الحديث ويشرح لك المدرس، تحفظ متن القطر مثلا أو الملحة أو الأجرومية في النحو يشرح لك المدرس، تأخذ من كل فن بمختصر وتحفظ هذه المتون شيئا فشيئا، ما أنت بتحفظها جميع دفعة واحد، شيء فشيء على خطوة خطوة، ومن سار على الدرب وصل. تحفظ وتقرأ على أهل العلم يشرحون لك. نعم، والعلم العلم يخدم بعضه بعضا، يخدم بعضه بعضا. فعلم الفقه يحتاج إلى الحديث، يحتاج إلى النحو واللغة العربية، يحتاج إلى التفسير، لأن العلم يخدم بعضه بعضا. فلا تكتفي بفن واحد تقول أبا خلصه، ولا خلص ما تخلصه وأنت ما تأخذ الفنون الأخرى اللي تباريه وتوضحه لك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.